صحيح. موت بيجي فجأة، أمن أنت مستقبلك عند ربك، ما تظلمش ما تظلمش. أعمل جمعيات عشان اللي قاعد في البيت واللي قاعد بره البيت، فده ما يطلعش من البيت، يطلعوا ومحدش عارف مين اللي هيموت الأول. يا سيدي أنا مال، أنا ما ظلمتش، أنا ربيت، أنا علمت، بنيت بيت ما اتسعش للكل، لكن ده ربنا فتحها عليه وده ربنا فتحها عليه. يوم ما موت يتحاسبوا، يقولوا أنت قاعد في البيت بتاع أبونا تدفع إيجار عشان أنت غلبان فقيرة، يبقى الإيجار ده مولينا كلنا، لأن ده بيت أبونا، البيت ده بمئة ألف، إحنا عشرة، كل واحد ياخد حقه بالحد والمصلحة. اللي قاعد منتفع يقوم يدفع الإيجار، خلاص كان قاعد مع أبوه، حتى هو قاعد مع أبوه يدفع إيجار البيت لأبوه. دخل عليه ومعه ابنه، يعني على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا لك؟ قال: ابني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ابنك لا يجني عليك ولا تجني عليه. ناخد أم يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اسفه والله لاذعاجكم. اتفضلي، اهلا بيكي. انا بس عندي مشكله مع زوجي وهو مصر على ان احنا نطلق. اتفضلي خير. وانا عندي طفلين، ولد عنده سنه وولد عنده هيتم 3 سنين. طب ايه المشكله اللي بينكم وبين بعض؟ هو احنا فتره خطوبتنا كانت 3 شهور وكانت قليله قوي وما عرفناش بعض، ومن اول ما اتزوجنا على طول، احنا بقالنا 4 سنين متزوجين على طول بخلافات على طول يعني. المهم ان هو دلوقتي من قبل رمضان ساب البيت ومعرفش هو فين تماما، وتوقف عن الانفاق على الاولاد وعليا. ما تعرفيش مكانه وما بيتصلش بيك وما تعرفيش عنه ايه خالص. هو اتصل بوالدي من حوالي شهر وقال له ان احنا عايز نطلقني، وهو توقف على الانفاق عليا وعلى الاولاد برضه من شهر ابريل يعني اخر. طب ايه اللي حيشه؟ طب هو عايز يطلق، ايه اللي حيشه انه يطلق؟ يعني كان عايز ياخد موافقتك وتروحي معاه للمأذون؟ ما اعرفش، حتى ساعتها والدي قال له في التليفون. يعني واحد عايز يطلق، ايه اللي حيشه؟ طيب يعني واحد هو اللي عايز يطلق كده بيقول انا عايز اطلق. والدك قال له ايه؟ قال له ساعتها في التليفون: حتى انت مكلمني ليه؟ كل حاجه في ايدك، لو عايز تنهي الموضوع انت انهيه. طيب كلمني انا ليه؟ كاتبين مؤخر كبير؟ كاتبين مؤخر كبير عليه؟ لا لا مش كبير ولا حاجه. يعني خمسناية كده؟ لا لا 10000. 10000. طب ممكن محتاج حد يرضيه دكتور عشان يرجع كلامه. وقايمه ب35؟ لا 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 والله، ده احنا ما كناش كاتبين قايمه. طب كويس، مفيش قايمه. كويس، ومفيش قايمه اصلا في الدين يعني. الست لها صداقها كامل، مؤخر ومقدم بالذهب اللي جابه. هو اللي جاب الشقه؟ هو جاب الشقه اللي انا قاعده فيها دلوقتي بتاعته. تمليك؟ ها تمليك. تمليك، بس هو قال لي، انا كلمته من حوالي قبل رمضان من حوالي 10 ايام، قال لي ان هو عايز الشقه دي، كلمته في التليفون قال لي ان هو عايز الشقه دي وهيجيب لي شقه ثانيه. مش اشكال، لو كنتوا متفقين ممكن تسيبوها وبيعوها وتتاجروا كمان وتقعدوا على الرصيف لو انتوا متفقين، بس حضرتك قلت بينكم مشاكل، يعني انت معترفه بالمشاكل. طب وانت ام، والام مدرسه وجامعه ويونيفرستي وعندك عيلين ومش عايزه تتطلقي، ليه ما احتويتيش المشاكل دي؟ فيها ايه يعني؟ هي كيمياء؟ اصل المشكله ان المشاكل كمان تدخل فيها اسرتي واسرته. لا طب وندخلهم ليه؟ ما احنا بينا وبين بعض. كل حاجه لاسرته. ما انت بتتابعي يعني المدرسه الحسنه. لما اخته ومرات اخوه تتكلمني وقت يتكلموا في تفاصيل حياتنا، اخته ومرات اخوه. مش له موبايل كده من 11 يوم رمضان كده ما قلتيش الو ولا ما بردش عليكي؟ لا انا ما جربتش اكلمه غير اول اللي هو كان ليله رمضان، لما بقول له احنا مش عايزين لو اختلفنا نظلم الاولاد، فابتدى يقول لي بقى انا عايز الشقه وعايز كل حاجه في الشقه. بغض النظر عن الحاجات دي كلها، ليه ما فيش مكالمه اسمها تعالى نفطر سوا مع بعضينا وحشتيني؟ مش هيرد عليا. من خط تاني؟ لا من خط تاني، الخطوط بقت ضعيفه. لا وهي ما جربتش يا دكتور. لا 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 لا، هي خلاص خليها على احساسها انه مش هيرد، من خط تاني. وقول له اعملها لك مفاجاه، خفت ان ما تردش عليا من الخط الاولاني. فجبت الخط ده من خيرك برضه، من خيرك. احنا لسه بنتكلم في مشاريع الخزاعي. لو انت فعلا، لو حضرتك فعلا صادقه ومش عايزه تتطلقي. هي ما قالتش انت عايزه تتطلقي ولا مش عايزه تتطلقي؟ لا مش عايزه اتطلق. طب اللي مش عايزه اتطلق يبقى انا مش عايزه اتطلق، بس على مزاجي لازم تمشي ولا تنزل شويه وطبطب شويه واعمل شويه؟ هو حضرتك ما احنا من بقالنا 4 سنين على طول، انا لما بنختلف مثلا انا اللي بحاول اوديه واصالحه. والله دلوقتي هي المشكله حضرتك. والله العظيم انا بشكر اتصالك الاول، وعايز اقول جملتين اتنين. الجملتين الاتنين دول بقولهم لكل اللي زي حضرتك: انسوا انكم زوجين ما دام في حد تالت جه، بالعكس ده جه التالت والرابع. في نظره لها بعد، في نظره غبيه لا تتجاوز الانا. انا في دول لو انا عايشه عشان اربيهم ما يطلعش فيهم واحد حرامي ولا مفسد في الارض، ما يطلعش فيهم واحد نصاب. اربي جنديين من جنود محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. ده كفايه سي في، ده كفايه سي في ليا ان صمت 2 من الضياع علشان هم اعمل الموبايل اللي انا بقول عليه ده،
واول ما يجي اقلعه جاكيت وادعك له ظهره واقول له الحمد لله على السلامه. وما فيش حد من الفقهاء قال ان دعك الظهر بيبطل الصيام حتى وانا صايم. انت معايا؟ المفروض الموضوع ما يتطورش بس. ها، واعمل له اللقمه اللي بيحبها واقول له واحد الله وصلى على النبي، الشقه اللي انت عايزها خدها. هروح فين؟ انا وامه في رقبتك، قدرك، انسى كل اللي راح. واذا كان حقك عليا فمليون حقك عليا، عشان الاربع عيون دول، عينين هنا في الواد ده وعينين هنا في الواد ده، اربع عيون يروحوا الاربع عيون بتوعنا فداء للاربع عيون بتوعهم. خلوهم يشوفوا النهار وهم مطمنين، لو حد فيهم نادى عليك يلاقيك، ولو حد فيهم نادى عليا يلاقيني. الكلمة الجميلة احنا كل يوم بنختم وصخر الطبع من لين يذوب. والمولى قال كده، ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واحنا مش مصدقين ربنا، لان بنقول لا ده انا لما ادفع بالتي هي احسن يركبني، ده انا لما ادفع يقول ضعيف. الشيطان بيبعدنا عن ربنا، لكن ربنا ضامن، ربنا ضامن وجابها بإذى الفجائية. عارفين يعني إذى الفجائية؟ خرجت فإذا زيد بالباب، بعدها مبتدأ وخبر، ومعناها لا وقت. تفتح الباب لقيت زيد، انت لو دفعت بالتي احسن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، اول ما تدي له الموزة، اول ما تدي له النعناعة، اول ما تقول له حقك عليا يا عم، ربنا اللي قال كده. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، وده ما فيش بيننا وبينه عداوة، ده بيننا وبينه ولدين. مش عادوا، ده يجي بتليفون، ده يجي بحته بتاع بسبوسة. طيب ناخد مدام ناهد. ايوه، كلامك جميل يا دكتور. مدام ناهد اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك بخير. دكتور مبروك. طيب بنشكرك. حضرتك انا متزوجه من 30 سنه. ايوه. يعني مش عايزه اقول لك ان طبعا مشاكل حياتي كتيره والكلام ده كله، لكن اتحملت طبعا عشان اولادي. بنشكرك. الحمد لله رب العالمين. في منهم اللي اتخرج، في منهم اللي اتزوج. تمام. لكني الزوج كان يعني زوجي مركز مرموق، وتعود اليومين دول ان هو يحلف طلاق. من ضمن احسان الطلاق حلف ان لو نايم وصحيته ابقى طالق. ده في رمضان عشان عايز ينام ومحدش يزعجه بقى. لا ده قبل رمضان. قبل رمضان. فحافظت انا على اني ما صحوش لاي سبب من الاسباب لمده شهرين. شاطره شاطره شهرين شهرين ونص. شاطره. لكني في يوم الصبحيه قمنا متاخرين، فقمت رحت قلت له يلا بسرعه لحسن، ده احنا اتاخرنا وراحت علينا نومه، عشان انا اروح شغلي وهو يروح شغله يعني. فبعد ما رجعت قلت له ده انا عملت كذا، فقال لي انت جاوبيني بصراحه، انت كنت متعمده ان انت تصحيني؟ قلت له لا والله انا مش متعمده. لا بقى كويس قوي، انا ممكن بس مش هعمل كات ولا اوقفك على كلامك ابدا. اتفضل. ولكن كنت حاسال حضرتك قبل انا ما انسى. هو المره اللي حلف فيها كنت انت مصحياه لغير غرض او لاي شيء اخر؟ كنا عطريه وكان جاي له تليفون. لا ما انا عايز اقول يعني ما كانش الموضوع يستحق انك انت تصحي. لا 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 يعني كان تليفون وناس، وهو مش ناسي انا عادي يعني. جدا ممكن ترد عليهم وتقول له نايم. هو قال لي كده بقى. خلاص ما فيش مشكله وكلامه صح 100%. اذا صحتيني بهذه الطريقه تبقى طالق. ده اللي اقصده، وده اللي فسر فيه اليمين المعلق على شرط ان فيه اتساع شويه. لكن لو صريح ولا ابويا ولا الهوى. انت طالق دي انت طالق. انما لو قال لها لو خرجت من البيت تبقي طالق، انا بعد ما يعدي النهار تخرج، لان هناخدها على اقرب الاحوال، وهو لو خرجت من البيت النهارده. انما لو هو بقى قال لو خرجت من البيت لغايه لما يودوك الترب، يبقى كل يوم يجي عليها ما تقدرش تخرج، ما تخرجش من البيت خالص، يا تخرج وتتطلق يا اما ما تخرجش خالص بقى، وده مستحيل. فان حضرتك هو يقصد ان تليفون ايه اللي تصحيني عشانه يا منى؟ ناهد. يا ناهد. واخده بالك ازاي؟ يقطعهم ويقطع سريتهم واقول اهلك مش اهلي، مش حاسين بحاجه ولا عارفين ايه. عليا النعمه وصحيحكم طالق. وراح رايح يا ولدها واخد المخده حطها على راسه، والسيناريو بتاع لما خلف العيال ولما كبروا ولما كذا، ويمكن فيهم ولد مش مبسوط شويه معاه وحاجات كتيره، فبيستريح للنوم ان شاء الله. يبقى تفسيره مظبوط وكلامه مظبوط، وده احساسي. نشكرك على الاتصال. يعني واقع كده؟ لا ان شاء الله مش واقع. شكرا يا مدام ناهد. ام محمد.